لحضراتكم من جديد نكمل فقرات برنامجنا، برنامج أخبار أشبالنا. ومعاكم ومع أشبالنا نحب نقدم نماذج ربنا أنعم عليهم بالتفوق في مجالات الحياة، في مجالات كتير جدا. وبدون شك التفوق شيء جميل بيتمناه كل أب وكل أم لأولادهم، وخصوصا لو التفوق ده كان رسمي وكان التكريم لأولادهم متفوقين من المسؤولين الكبار. ولو كان التفوق في مجال القرآن والخطابة يبقى أكيد له طعم تاني. وعشان كده جايبين لكم النهاردة شبلين متفوقين جدا جدا وحاصلين على درجات جميلة جدا جدا واجتازوا مراتب عالية. معانا النهاردة أحمد سرحان ومعانا محمد أكمل. وكمان معانا أحمد سرحان ومعانا محمد أكمل الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم. ونبتدي بمحمد. ازيك يا محمد؟ معانا محمد النهاردة الاسم محمد أكمل هارون السيد، السن 16 سنة، وطبعا محمد من أبناء محافظة الدقهلية. محمد اجتاز كثير من المسابقات العالمية، حصل على المركز الثاني في مسابقة الطروطي وغيرها من المسابقات الكثيرة، وبعد ذلك رشح قارئا لحفل يوم اليتيم، وحضر هذا الحفل المسؤولين الكبار منهم وزير الأوقاف ووزير التضامن وأيضا محافظ القاهرة، كما رشح أيضا لأن يكون قارئا في حفل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أمام رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسني مبارك. يعني نقدر نقول كده محمد قارئ الرئيس. ازيك يا محمد؟ الحمد لله، منورنا يا محمد. الله يكرمك. أما الضيف التاني معانا النهارده فهو أحمد سرحان، وهو من أشبالنا المتفوقين في مجال الخطابة. حصل على أول دقهلية في مسابقة الخطابة عام 2007-2008، وفي نفس العام حصل على أول الجمهورية في الخطابة أيضا، ثم حصل على أول الدقهلية مرة أخرى عام 2008-2009، ثم أول الجمهورية في مسابقة الأزهر الشريف للخطابة. وفي هذا العام تم تكريمه هو ومحمد من قبل محافظ الدقهلية. بنرحب بك يا ايه، منورنا والله. طيب يا محمد، نسألك سؤال يا محمد. يعني يا محمد قول لنا ازاي دخلت المسابقة، وازاي اي المسابقات او الاختبارات اللي مرت عليك قبل ما تكون قارئ امام الرئيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي وعليه وصحبه اجمعين. اولا اعلنت وزارة الاوقاف بمسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده. فأعلنت وزارة الأوقاف بمسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده، حيث امتحنا طبعا الشيخ أبو العنين شعيشع. واجتزت طبعا المركز الأول ما شاء الله. وحدد مع وزارة الأوقاف 3 أيام يعني يدربني في الأحكام والمقامات والأصوات. وهكذا يعني. طب محمد قول لي، أنت حفظت القرآن من إمتى؟ حفظت القرآن من سن 3 سنين. طبعا بدأت بالحروف الأبجدية والأسماء الله الحسنى لحد ما وصلت سن 4 سنين، فبدأت أحفظ القرآن الكريم من قصار السور وهكذا يعني. وخد منك وقت قد إيه في حفظه؟ يعني حفظت القرآن الكريم لحد سن أولى إعدادي. يعني حفظته في 6 سنين؟ 6 سنين. ايه ما شاء الله يا محمد. طب من الشيخ اللي كان له فضل عليك بعد الله عز وجل والوالدين، من الشيخ اللي كان له فضل انه يربيك ويخليك كما الشيخ؟ طبعا فضلت الشيخ ايمن هاشم ابو زيد بقريه القيطوم مركز مدهامر بمحافظه الدقهليه. نعم. وانت يا احمد قول لنا ايه هي مسابقه الخطابه؟ المسابقه اعلن عنها المعهد ان هي في مسابقه تجرى في الاداره المركزيه لمعاهد الدقهليه في المنصوره، فالاخصائي الاجتماعي طلعنا و عملنا تصفية الأول على مستوى المعاهد، وبعدين جبت الأولاني ونجحت فيها يعني، وبعد كده عملنا تصفية برضو على مستوى معاهد الدقهلية كاملة فجبت الأولاني إن شاء الله، وبعد كده أعلنوا إن أنا جبت الأول على الجمهورية. ما شاء الله. إزاي حصلت على المركز الأول على الجمهورية؟ بعد التصفية إن شاء الله على مستوى الدقهلية أعلنوا بقى إن أنا جبت الأول. طب يا أحمد، مين اللي اكتشف فيك موهبة الخطابة؟ اللي الشيخ عبد الوهاب الداوودي، كنا بنروح عنده نتعلم الخطابة والمواد الشرعية. طب انت اما هم اكتشفوا فيك موهبه الخطابه، ازاي قدرت تنمي هذه الموهبه؟ بفضل الله تبارك وتعالى بالمجهود حاولنا ان احنا ننميها يعني. نعم. طب يقول الله تبارك وتعالى
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ إيه أثر الدعوة إلى الله عليك وعلى كل اللي بيسمعه طبعا؟ نعم، أحسن القول قول الله تبارك وتعالى، وهو أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، لا يدانيه كلام ولا يشابهه حديث. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فكلام الله تعالى هو حبل الله المتين، والدعوة إلى الله تعالى من أشرف الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، هي الدعوة. ما شاء الله. نرجع تاني لمحمد أكمل. طب يا محمد، قول لنا شعورك إيه لما اختاروك إنك تكون قارئ أمام الرئيس؟ شعوري طبعا أمام الرئيس كان شعور يعني فرحة جميلة يعني جدا، يعني أمام الرئيس يعني فرحة جميلة جدا يعني. ما شاء الله يا محمد. بالتأكيد القرآن الكريم بيحفظ الإنسان من الوقوع في الأخطاء، إزاي القرآن أثر على حياتك؟ القرآن أثر على حياتي طبعا الشيخ أيمن هاشم بدأ معايا بحفظ القرآن الكريم في سن 4 سنين، فأثر على حياتي، لأن القرآن أهم حاجة في حياتي يعني، القرآن الكريم وتجويده طبعا وأحكامه بالقراءات والمقامات. يعني لسه ما درستش القراءات ولا المقامات وكده يعني. نعم، بس القرآن أصلا بطبيعته ممتع. أيوه ممتع طبعا. نعم. طب يا محمد، رسالة تقولها لكل الوالدين أو لكل والد ما بيسعاش إنه يحفظ أولاده القرآن الكريم أو يعلمه، إيه رسالة توجهها لهم تنصحهم بإيه كده؟ بنصحهم طبعا، بشكر والدي ووالدتي باهتمامهم بهذا الكتاب اللي روحته يعني في طيب البلد. طيب، وتنصح عندنا بقى الآباء اللي لسه ما ودوش أولادهم؟ بنصحهم إن هم يعني يهتموا بأولاده الصغار ويحفظهم يعني لحد ما يكبروا يعني. يعني وكذا. أنت شايف إن القرآن كان ليه أثر على حياتك، فعشان كده أنت بتقول لكل أب وأم يحفظوا أولادهم، يهتموا بأولادهم وكذا. نعم نعم. أنا عارف إن كل السادة طبعا المشاهدين مستمتعين بالنماذج الجميلة والمشرفة من أبنائنا، لكن نروح للتقرير ده ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوف. تقرير نفسواني ونرجع لكم من تاني، تابعونا. لنا القرآن الكريم مع الطالب محمد أكمل هارون السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. رجعنا لحضراتكم من تاني، وما زال حوارنا متواصل مع احمد سرحان ومحمد اكمل. قول لي يا احمد، مين من الخطباء اثر فيك وتتمنى في يوم من الايام تبقى في مكانه؟ اولا كل الخطباء يعني بسم الله ما شاء الله، فاللي اثر فيه ان شاء الله الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، واتمنى طبعا ان شاء الله ان انا اكون مثله باذن الله. يعني هو الشيخ الزغبي فقط ولا في حد تاني؟ يعني كلهم، الشيخ حسان والشيخ يعقوب.
يعني اكثرهم تاثيرا فضيله الشيخ محمد عبد الملك الزوم. نسال الله تعالى ان يجعلك مثله يا رب. طيب معروف يا احمد ان الدعوه الى الله بتاثر بها كثير من الناس، وخصوصا اذا كانت هذه الدعوه من اجبال في سنك، هل ده كان له تاثير على الناس اللي بتسمع لك ولا العمليه مش فارقه؟ باذن الله اولا هي مش فارقه ان الواحد يكون الخطيب يكون كبير او صغير، ولكن الخطيب يكون له في فقه الدعوه الى الله تبارك وتعالى لكي يصل الى قلوب المستمعين في الالقاء وفي الدعوه وفي طريقه القائه، فبذلك يصل الى قلوب المستمعين. يعني مش شرط يكون الخطيب كبير لا مش شرط، ده مش شرط، اهم حاجه الماده اللي بيقول. نعم. طب يا محمد، كتير من الناس بيفتكر ان حفظ القران في سن صغيره شيء صعب جدا، تقول ايه للناس اللي بيفتكروا كده؟ هو الاجابه طبعا القران فيه صعوبه، يعني مش صعوبه يعني، فالمهم الصعوبه مكونه الى قسمين، في لا ونعم. نعم ان القران فيه صعوبه، ازاي لما يكون لسه الطالب صغير يعني لسه بيبدا في حفظ القران الكريم ويبدا ويروح الى سن مثلا 9 سنين وهكذا. ونعم لا طبعا القران بيكون ساعات بيبقى صعب وساعات بيبقى سهل، لما بيكون سهل بيبقى الطالب كبير في السن وبيبقى عارف يعني القراءه، يعني لما يكون عنده درايه بالفهم او عنده درايه بالتفسير ويسمع كتير للخواطر وغير ذلك بيكون عنده القران اسف. ايوه. نعم. طب احنا معانا اتصال تليفوني، معانا فضيله الشيخ سيد عماره مدير اداره اوقاف شمال شرق القاهره، بنرحب بحضرتك فضيله الشيخ. السلام عليكم. اهلا بحضرتك.